مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو ريفست؟ ما هي ميزات ريفست؟ ما هو ريفست؟ يعتبر بروتوكول ريفست رائدا في استخدام ثوري جديد NFTs كأدوات مالية. ما هي ميزات ريفست؟ يمكن للمستخدمين من الأفراد على مستوى المشروع إيداع IERC20 في FNFTs التفاعلية الخاصة بنا وتعيين شروط فتح مخصصة. تم تصميم داب بغرض توفير فائدة أساسية للمستخدمين تتمثل في الوصول بسهولة إلى أحد أكثر الأطر والوحدات المالية ملائمة. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.